الباب الثالث والثلاثون ومئة. باب آداب السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.